مساء الخير يا عيلة. العيلة اللي بتشرفني النهاردة عيلة فنية، الفن كان هو النسب اللي جمعهم بينهم وبين بعض، وإن كان في عقل لأسيل العيلة الراحل الكبير الشاعر العظيم صلاح جاهين أستاذنا هاني شنودة. عايز أعرف دور صلاح جاهين مع عيلة المصريين، إزاي كان بيحدد الأفكار والموضوعات وتقولوا ايه وتعملوا ايه وحواراتك بينك وبينه بينك وبينه. الاول اقول لحضرتك على احساسه، هو قال لي فرقه المصريين اعادت لي ذكرى ميلاد صباح الخير، مجله صباح الخير. مجله صباح الخير اللي كان بيرسم فيها الاول قبل ما يروح الاعراب. وكان رئيس التحرير اصلا. انت عارف شعارها للقلوب الشابه والعقول المتحرره. ايوه. وكان لها شعار تاني، صباح الخير التي يحبها الطير. فالاستاذ صلاح جاهين بيقول لي ما كانش فيه حب في غرفه واحده زي صباح الخير الا الاستوديو اللي انتوا بتسجلوا فيه. فانا ما شفتش كميه الحب دي، ازاي كلكم يعني؟ لان احنا كان عندنا دايما شعار، وده متحقق على ارض الواقع، يعني ايمان نجمه. لكن لما هند تغني أو زجزاج يغني بتعمل له كورال، بتغني معاهم تسنده، هوية لما تغني هو وهي يسندوها. فإحنا كان شعارنا زي الفرسان التلاتة. طب ما تخلينا شعاركم غنوا للحياة زي بعض. كان غنوة جميلة ليكم. طبعا. يعني صلاح جاهين كان بيجي يقول لكم مثلا تتكلموا في إيه الفترة الجاية يعني. ده مش بس كده، كان بيجي يحضر أغاني حد تاني، شاعر تاني، ويقول لي طب ما تعمل كده، طب ما تعمل كده. لا انا بقى كنت باخد رايه كاول مستمع، يعني اول مستمع لفرقه المصري للاغنيه الجديده هو الاستاذ صلاح جاهين. فمستمع على درجه عاليه جدا من الحساسيه، وعارف يعني اغنيه مش بتاعته، بتاعت مثلا مرسي السيد الله يرحمه. الحب ده احساسه، يقول لي يا سلام، طب الدخله دي يا هاني ما تعمل لها دخله كده تبقى حب كده في الاول. فانا اقول له طب كده ايه رايك؟ يقول لي جميل. اغنيه مثلا زي ماما ستو، الاغنيه دي كلماته وتلحين دكتور محمد الشيخ. فوانا بعمل التوزيع بتاعها وخلصت التوزيع، يقول لي ايه، طب انت فاكر السيمفونيه بتاعت بوردين، او فاكر بتاعت ريمسكي كورساكوف اللي هي عامل فيها شهرزاد؟ اقول له يقول لي مش كان فيها براس كده ما تحطه هون؟ فاكر تا 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 تا. اروح عامل ده. فكان دايما له تدخل ايجابي في موضوع الفرقه، زائد ان احنا وقعنا في غرام بعض انا وهو. هو كان ابو ايمان، لكن بالنسبه لي انا كان صديق مع فرق السن، لان هو يحب ابو العلاء المعري وانا احب المتنبي. وكنا نقعد نتشحن، ومراتي الحقيقه ما كانتش غير من حاجتين، عزفي على البيانو طول النهار، ومكالمه صلاح جاهين. كان اياميها بقى المكالمه بارشساغ، اظن اي وقت ان شاء الله. ان شاء الله 6 ساعات ما دام هي مكالمه واحده. فنفضل بقى نتكلم، وتقول لي ما فيش فايده ان تسيبوا التليفون، خلاص ما بقتش تعبرني بكلمه زي بتاع. فما كانش اياميها فيها هاي تيك، كنت عملته لها كويس عشان تسيبني في حالي. فاحنا كان بينا غرام شديد جدا، ولما والوحيد اللي كان يقول لي خد اعمل الاغنيه دي طلع جاي. بالامر اي شاعر يعني. تاني لا. اي طيب. شاعر تاني لا. هل عيلة المصريين لسه عايشه على شعرائهم القدامى او اغانيهم القديمه اللي هي بقى التراث بتاعهم، ولا دلوقتي مع جيل جديد وبعد ثورتين بيجددوا دمهم بشعر جديد؟ احنا فعلا زي ما جددتوا دمكم باحفاد جدد. بنعمل كده، لان خلط على فكره الشباب بالخبره ده اللي يعمل بلد كويسه. الشباب والخبره.
ده لوحده لا وده لوحده لا، ان هم عندهم اندفاعات احنا نقدر نحدها. انت الفرمله. واحنا عندنا تحفظ، هم يقولوا لنا ليه ما يلا. فدم الدم الجديد ده دايما كويس. احنا عندنا شاعر اسمه الدكتور محمود مرسي عامل لنا كذا اغنيه، منهم اغنيه بيغنيها زجزاج اسمها صلوا على طه الرسول عليه الصلاه والسلام. الاغنيه دي انت لو تشوف الصاله بيبكوا. تحب تبكينا زجزاج؟ لا، في حاجه كمان حضرتك مش واخد بالك منها. الاغنيه اسمها صلوا على طه، وهاني شنودة اللي عاملها. انا يعني انا متجاوز النقطه دي، انا قاعد مع فنان متجاوزين فيها يعني ثقافات. الحقيقة احنا تجاوزنا النقط دي كتير جدا. انا وهاني، انتوا بتمثلوا عيله مصريه حقيقيه فيها، ما فيش حاجه اسمها يا اخواننا بقى مش هنقعد ده. انا متجاوز يعني، هو مش بيبرني لما يقول لي انا ملحن اغنيه صلوا على طه الحبيب، يعني صلوا على خير الانام، صلوا على طه رسول. حضرتك هتشوف الاغنيه؟ انا اقول حاجه قبل ما تشوف الاغنيه وزجزاج. عايز اقول لحضرتك انه هاني شنوده من الناس اللي حافظ القران، وان هو ساعات يقول لي ايات انا مش عارفاها، وببقى انا مكسوفه جدا من نفسي. ازاي هو حافظ وانا مش حافظ، في مش حافظه فين الحاجات دي واحاديث؟ البابا شنوده كان حافظ القران. يعني الحقيقه الحكايه دي، ما انا البابا شنوده بتاع المزيكا. انت بابا شنوده بتاع المزيكا. تدينا زجزاج الاغنيه دي صلوا على طه. يلا صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول، صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم. سامح غني مدايح، قول انشاد او انت رتيل، حب وسامح غني مدايح، قول انشاد او انت رتيل. قال البيت وقال عمران القران ويا الانجيل، قال البيت وقال عمران القران ويا الانجيل، القرآن ويا الإنجيل، القرآن ويا الإنجيل. صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول، صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول. يا رب ارحم، نسب النبي، نسب النبي، ومن عندنا خطوة عيسى على أرضنا، نسب النبي ومن عندنا خطوة عيسى على أرضنا. مصر يا وش جميل ومريح، حب محمد والمسيح، مصر يا وش جميل ومريح، حب محمد والمسيح، من في الدنيا بقى زينا او يتمنى ولا ينول، صلوا
على طه الرسول، صلوا على ربنا الرسول وعلى عيسى السلام، ازاي تتحول فرقه من مجرد فرقه موسيقيه الى عيله وليه المصريين هي الاستثناء رغم كان في فرق موسيقيه كتير؟ اولا اللي كان بيجمعنا زي ما قلت لحضرتك انه احنا كلنا ثقافه واحده، وبعدين انا دايما بعتبر هاني شنوده في الاول خالص ما كانش اب ولا حاجه، هو بيني وبينه مش ده اللي كان الاب لينا كان الاستاذ صلاح جاهين حقيقه، كان مجمعنا كلنا. وكنا الحقيقه انا ما كنتش بروح، ما كنتش بشوف عيلتي زي ما كنت بقعد معاهم. بس انت عارفه ظهرت فرق موسيقيه بس ظلت مجرد فرقه، اه لكن انتم عيله. لما رجعنا تاني بقى انا كنت البنت، اللي مجمعنا كان طبعا الشركه المنتجه الحقيقه مع الاستاذ صلاح جاهين، كان على طول محتوينا وعلى طول بيبقى ما بيننا وبين بعض شغل. اما رجعت تاني انا وهاني شنوده، انا شخصيا يعني الاولاد اللي بدربهم انا بحس ان دول ولادي. انت حاسه بالدفى ده في عيله المصريين جداً. ولا بتتعاملي معاها انها مجرد فرقه موسيقيه ممكن تسيبيها في اي يوم من الايام؟ لا خالص، بالعكس حاسه جدا ان احنا يعني عيله فعلا، الجو ده موجود فعلا مش وبتستحملني مجرد. بتستحملني لان انا كل شويه عزة. انت قاسي يا جدو هاني يعني. هو ستريكت قوي، يحب الشغل يعني يهرج ويضحك زي ما هو عايز، لكن ساعه الشغل يحب انه انه كلنا ننتبه وكلنا نعمل، وبيشخط فيا انا قدامهم فما فيش اي مشكله، هم عارفين بس هم بيحترموني برضو يعني طبعا. طب هند اي حاجه بيقولها هاني شنوده توافق عليها؟ ما انت الشباب فممكن تعترضي وتقولي افكار جديده، الشباب النهارده مش عاجبه العجب يعني. هو دي حقيقه، بس هم يعني انا كهند يعني انا بحب الميوزك بتاعت دكتور هاني من زمان، وانا في اغاني معينه بحب الستايل ده. بس انا ما توافقش على اي حاجه يعني. على فكره يعني اللي عايزاه تعمله. وعلى فكره احنا مع الانضباط، انما كل واحد عايز حاجه بيعملها. يعني انا سالت زجزاج دلوقتي 100 مره، تحب تعمل دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ تساله رغم ان انت صاحب ثوره كبيره في شكل الاغنيه والموسيقى وماله، بس البني ادم له مودز. النهارده مش عايز اغني دي، بلاش غني التاني. النهارده مش عايز شوف وافقت بلاها نادي بلاها نادي. لو حضرتك هو ساعات يعمل كده بقى مع الجمهور يعني مثلا يقول لهم عايزين ايه، فهم يقولوا له ما فاتش ليه، وناس تقول له ماشيه السنيوره، يقوم عامل الشوارع حواديت. حاجه ثالثه عاوز اسالكم اسئله من وحي اغانيكم. اوكي تقول لي مين بلاش تعيد؟ بلاش تعقيد. اقول للناس اللي ناويه تعقد حياتنا بانها تفجر هنا وتفجر هنا وتفجر هنا، الحياه ابسط من كده. الحياه ربنا خلقنا عشان نعيش مش عشان نموت، الموت ده بايده هو لوحده. نعم. فبلاش تعقيد. زجزاج تقول لي مين اسف جدا؟ اسف جدا مش عارف، بس انا ما غلطتش في حد قبل كده. بس اسف جدا للوطن عشان انا ما اديتلوش كل حاجه بروحي يعني. هتدي ان شاء الله، لان انا نفسي اوصل كل حاجه بس ما فيش حاجه. العمر الطويل لك يا رب ان شاء الله يا رب. هند مبهوره بيك انا، تقوليها لمين غير اللي بالي بالك؟ لا هو ما فيش، لا عايزين نعرف اللي بالي بالك. المزيكا مبهوره بيكي قوي. طيب تسالي مين وتقولي له بتبكي ليه؟ غير اللي بالي بالك من 3 سنين. أسأل الشباب دلوقتي والناس اللي عاملين على طول تشاؤم
ليه بتبكي دلوقتي؟ فاتك كتير جدا في مصر، اصبر شويه، لان دايما التفاؤل حلو للناس. احنا استحملنا كتير قوي، ما تبكيش، ما تبكيش ابدا، وتقعد تزن وتقعد تبالغ وتقعد وتعمل. ادي فرصه ان مصر تقوم، ومصر هتقوم على فكره، لان مذكوره في القران الله حاميها، فاحنا المفروض نحبها زي ما الناس، زي ما ربنا بيحبها. فما تبكيش على حاجه، خليك متفائل. ثورتين في مصر ممكن يغيروا شكل الفن والموسيقى استاذ هاني؟ ما انا هقول لحضرتك احنا عملنا ايه. احنا اولا ادخلنا العلوم الموسيقيه في الاغنيه اللي ما كانتش موجوده، الهارموني في الاصوات والكاونتر بوينت والبيس لاين والحاجات دي كلها. بعد كده الناس كلها مشيت على الحكايه دي. لكن في دلوقتي نظام اللي هو ايه، الراب، وانا بحب الراب، ما عنديش اي مشكله لو الناس عملوه كويس. وفي حاجات اغاني الاوتو تيون اللي هم بيسموها اغاني المهرجانات، وللاسف ان اللي سمى اغاني المهرجانات غلط في المهرجانات، لان احنا عندنا مهرجانات كويسه قوي، فما تسميش اغاني المهرجانات، دي مش بتاعه المهرجانات، دي بتاعه الاوتو تيون، اللي هي ايه، احنا عندنا جهاز كده لو المطرب او المطربه كان تعبان، عنده ظروف صحيه مش مظبوط، نشغل الجهاز ده يخلي النوته اللي وتكت خست منه يعليها، واللي عليت منه يقللها. جهاز في الكمبيوتر هم استخدموه، لان بيستخدموه على الاخر، بيبقى اسمه شير افكت. الشير افكت ده اللي تسمعه في التكاتك والميكروباصات، الحاجه دي، الغرغره دي. ودي بقت في ناس كمان بتستعملها من المطربين العادي. احنا ما عندناش مشكله، بس تتسمى اغاني الاوتو تيون، تتسمى باسمها. الاغاني بيعملوها ويسموه ده شير افكت، كل حاجه لازم تسمى باسمها. نعم. بس احنا لما نسمي الحاجه غلط بنمشي في طريق غلط. كويس؟ طب اتفضل كمل. الثوره بقى في الاغنيه اللي جايه هيكون في ايه؟ احنا تبنينا الاغنيه الاجتماعيه، فرقه النصين، لا حد قبلنا ولا حد بعدنا. المفروض ان حد يكمل هذا الاتجاه، الاغنيه الاجتماعيه. يعني مثلا مش هتلاقي ناس بتتكلم تقول الحب ده احساس والكور ده احساس، وانا مؤمن بالاحساس في علاقتي بكل الناس. في ناس في وشوشها براءه، وفي كمان قبول من اول مره تشوفها تدخل جواك على طول. بتتكلم عني. ايوه طبعا. طبعا طبعا. او مثلا ناس تقول انتهى حبنا، انتهى، ولاننا كتير كذبنا وكتير درينا وخدعنا بعضنا. بنقول على، او الفرق ما بيني وبين والدي مساله السن، بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن. فاحنا بنقول في العلاقات الاجتماعيه، اسمح لي، او بحبك لا، او بحبك لا، محتاج لك. احنا بنتكلم في حاجات اجتماعيه، ما فيش حد قبلنا سبقنا في ده، ولازم اللي جايين بعد كده يعملوا صوره في الاغنيه ويتكلموا دايما كده، مش بس بحبك وليه مش عارف ايه، مش عارف عينيكي سودا وعينيا مش عارف ايه وشبش. احنا ما اتكلمش، لا، العينين اتلونت دلوقتي. بس عايز اروح لزجزاج وهند، فرق الاندر جراوند شايفينها ازاي اخي هند؟ ودي مش كانت اقرب ليك بحكم السن فتنضم ليها بدل عيله المصريين؟ ما تخليك ما حدا خيك بقى. ما لسه بس انت جاي تفسد. لا، هو انا اصلا يعني انا ممكن اسمع باندز، بس انا ما كنتش بفكر في ان انا اخش في اي باند من الباندز دي. طب انت شايفه فرق الاندر جراوند ازاي؟ مزيكا مختلفه، بيحاولوا يعملوا حاجه مختلفه كل فتره. تتوقع انها تعيش؟ لا، كل واحد بياخد فتره وخلاص. زجزاج رايك ايه في الاندر جراوند؟ في فرق الاندر جراوند هما بيحاولوا ينضلوا، في معظم الناس بلاقيهم بيحاولوا ينضلوا وبيحاولوا يثبتوا نفسهم. واعتقد يعني ان لو ما كملوش بمنتهى المصداقيه مش هيدوموا. انتوا عندكم اغنيه جميله من زمان اسمها حريه. الاغنيه دي فات عليها ايه، 25 سنه؟ اكتر، لان دي الشريط الثاني. الشريط الثاني. فات عليها تقريبا بلاش تقول. طب بلاش. طيب، هل الحريه فات عليها سنتين؟ فات عليها سنتين. اللي انتوا طلبتوا بقى من زمان شايفينها دلوقتي؟ هي دي الحريه اللي انتوا كنتوا بتنادوا بيها من 25 سنه؟ استاذ صلاح جاهين كان بينادي بالحريه بتاعه المراه في الاغنيه دي. الحقيقه
وهي دي على راي هاني شنوده ان دي اول حاجه للخلع لقانون الخلع من غير ما يكون في قانون الخلع يعني حرية اخدناها بشكل اجتماعي حرية. لكن مش حريه بمعنى اوسع لا هي حريه بمعنى اوسع بس مش دي الحريه اللي احنا كنا بنطالب بيها ليه اخر الاغنيه الحريه مسؤوليه هي مش حريه مطلقه مش انا حر اعمل اللي انا عايزه لا انا حر في حدود القانون وفي حدود حريه غيري حريتي تنتهي حينما تبدا حريه غيري انا ما اقدرش اعتدي عليه واقول دي حريه لا 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 الكلام ده مش مظبوط وده موجود في الاغنيه الاغنيه دي في منتهى الجمال على فكره هنسمعها بس عايز اسالك سؤال قبل ما انساه ليه يعني لما كنت اسمع مش من زمان قوي يعني نجاة فيروز يعني كل المطربين دول ككل واحد ليه بصمته وكل واحد لحن ده غير ده النهارده لما تيجي تسمع كل المطربين لا بفرق بين صوتهم وكله كانه ملحن واحد هو اللي بيلحن للكل انا مش متخصص في الموسيقى بس ده تفسيره ايه ده تفسيره ان الجميع بياخدوا من مصدر واحد يا تركيا يا حاجات بيقلدوا معموق كلهم بيقلدوا نفس المصدر او اسبانيا او اسبانيا كلهم بيقلدوا نفس المصدر بس كده المفروض الغنى كله بيقلد حد واحد المفروض ان الواحد يدور فالنتيجه ان الكل بقى نسخه واحده طبعا طبعا المفروض الواحد يدور جواه وهقول لهم على حاجه ان انا اغنيه زحمه يا دنيا زحمه بتاعتي انت اللي ملحنها العدوي حلو رغم ان انت ملحن لمحمد منير علموك عينيك بالظبط لكن هي الاغنيه دي لما عملوها الجيبسي كينجز بره انا رفعت عليهم قضيه يعني هم بينقلوا مننا الموجي عنده اغاني غنتها فرقه امريكاني ورفع لهم قضيه وكسبها فاذا ما الموجي غاص في نفسه عشان يطلع اللحن والا ما كانش بقى لحن شايفها استسهال طبعا استسهال طبعا نسمع حريه اوكي اخترتك على ذوق مشوقي انا قاوت عينيا حرية من غير كربك طاير فوقي ومرقعت عليا حرية حبيتك ولقيت عندك نفس الاحساس ليا خليها على طول حرية 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 والدنيا حرية لا تحكم في حبيبي ولا يتحكم فيا حرية 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 أنا أحب القمصان الصيفي ما تقولش دي خفيفة حرية حرية وانت تحب المغنى الريفي ما قولش دي سخيفة حرية حرية الأغلال اللي في ايدينا هي دي اللي مخيفة لو بتحبني فك ايديا حرية 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 والدنيا حرية لا تحكم في حبيبي ولا يتحكم فيا حرية 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 أنا بديك الحق تسيبني وقت ما قلبك يسلم حرية اديني الحرية اسيبك تلقى حبنا يغلى حرية ما يهونش على حد يهده بعد ما شافه بيعلى الحرية مسؤولية الحرية مسؤولية حرية حرية الحرية مسؤولية دي حقيقة بس قبل ما نختم عايز من عيلة المصريين كلمة للمصريين اللي بيشوفونا دلوقتي أختم بيك هبدأ بإيمان أنا عايز أقول للمصريين اصبروا شوية الحرية جاية
والديمقراطيه هتيجي، بس حبه حبه عشان احنا لسه في اولى ديمقراطيه وفي اولى حريه. وهونوا على نفسكم شويه وخدوها بشويش، اصبروا الحريه هتيجي ان شاء الله. هند عايزه اقول انه يا ريت كل واحد يفكر في مصر اكتر ما بيفكر في نفسه، يعني الوقت ده محتاج قوي ان احنا نفكر في مصر ونحبها اكتر شويه عشان الدنيا تمشي ونستحمل بعض. زجزاج انا نفسي الانسان يعامل الانسان كويس، يعني ما فيش حد يفرق ما بين عامل نظافه وما بين وزير، ده مهم ودوت مهم. لو بصينا لدوت الوطن هيعلى اكتر. يعني معاك، وعجبني تعبير الوطن. عمنا الكبير. انا رايي ان مصر بتعيش احلى وقت لها، لان ده وقت مخاض، ولما يجي المولود اللي هو مصر الجديده اللي مبنيه على اساس صح كلنا هنتمتع. يمكن ما نكونش موجود، ما انا ما كنتش موجود، بس الاجيال اللي بعدي ولادي كلهم هيتمتعوا بحاجه ما كانتش موجوده قبل كده. خليني اخد معاكم بقى صوره تذكاريه علشان العيله. يلا يلا. طيب تعالى هنا، بس مش هفضل.